الماتش اللي جاي بقى مع الكاميرون والتحكيم مش احسن حاجه، يعني مش احسن مش عايز حاجه اقول هو خالص. التحكيم مستقصدنا ولا ايه، بس انا مش عارف يعني، انا مش مبسوط. اولا انا مبسوط، اداء الحكم كان اداء سيء جدا، كان بيحاول كتير طول الوقت يحجم منتخب مصر بشكل كبير جدا، انذارات مبالغ فيها في البدايه للاعيبه منتخب مصر كانه بيحرمهم حتى من فكره التدخلات، ان هو تكون تدخلات قويه شويه. المنتخب المغربي في البدايه كان بيلعب بتدخلات عنيفه جدا وما كانش فيه رد فعل، نفس رده الفعل على رد فعل التدخلات اتحسب لعيب علينا فاول، ما هوش فاول، بالظبط. ده يتحسب لمسة يد على المغرب مش علينا بالظبط، احنا. ففي مشكله، كان في مشكله كبيره عند الحكم، ويمكن دي انتقادات مستمره للتحكيم، انتقادات كتير جدا ليه حاجات في البطوله. يمكن انا خايف من حاجه واحده بس، انا ما بحبش نظريه المؤامره وانا وما بحبش الاتهامات الجائره يعني، بس انا قلقان من مساحات كورونا، فاتمنى بس ان احنا ناخد بالنا من مساحات كورونا في قبل مباراه الكاميرون. ككوره وكلاعب وكمنتخبين على احنا ارض نروح الملعب نعمل مساحات مكتب منظمة الصحة في ما الكاميرون عنديش مشكله عشان نخلص. بس عشان لان اللي حصل مع منتخب جزر القمر حتى الان في جدل كبير عليه. طبعا في جدل كبير عليه، وفي قانون، يعني قوانين اتعملت علشان الحارس، يعني الحارس بعد المسحه سلبيه اتحرمت الجزر القمر من وجود حارس مرمى. فيعني مش عايز بس ندخل في السكه دي خالص، بس يعني شويه نبقى واخدين بالنا من الموضوع ده. غير كده احنا ككوره كمنتخب مصر لا، احنا افضل من الكاميرون، حتى هم اصحاب الارض، احنا بالمستوى اللي ظاهرين بيه حاليا بروح الحاليه لا، احنا افضل من منتخب هل الكاميرون ينفع ان شاء نحط الله. توقع للنتيجة؟ 1-0 منتخب مصر. ماشي، كله عمال يقول لي 1-0 وانا حاسس ان هم يبقوا 2-1 برضو، بس ماشي يعني 100 فل، حلو المهم نكسب، جميل المهم نكسب، انا ما بإذن عنديش الله مشكلة، بإذن الله المهم نكسب.